وعبد اللطيف ماتو. النادي البنزرتي المتعثر في الجولة الفارطة ضد المتصدر الترجي يبحث عن وضع حد للزلات واستعادة توازنه بتجديد العهد مع الانتصارات بنزول ضيف عشية اليوم على أولمبيك الكاف اللي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز الأول ليه في البطولة الجولة الفارطة والساعي إلى تأكيد ذلك على ملعبه. وعلى عكس توقعات شوط أول عرف سيطرة شبه كلية من جانب المحليين، وليد الظاهري قريب من افتتاح النتيجة إثر مخالفة مباشرة، تليها محاولة من صابر الترابلسي ورأسيته جانبية لمرمى البجاوي، ثم طارق الشعبوني مصدر كل عمليات الأولمبيك يرفع كرة من اليسار كادت تباغت حسن البجاوي. أبناء كيوا يواصلوا ضغطهم على منافسهم يفتكوا وسط الميدان والعمليات الهجومية تتالى، لكنها كانت في كل مرة تصطدم بتألق الحارس البجاوي، في مرة أولى أمام رأسية عدنان العبيدي ثم أمام أحمد الرحالي بعد ركنية كادت تأتي بالجديد قبل ما تضيع أبرز فرصة في الشوط بعد دربكة في دفاع البنزرتي وصابر الترابلسي ما يحسنش استغلالها لافتتاح النتيجة، لينتهي الشوط على محاولة أخيرة بعد تسديدة مباغتة من أحمد الرحالي، وكالعادة البجاوي مستميت يتصدى ليحكم على نهاية نصف أول ما سجلنا فيه حتى محاولة هجومية للبنزرتية تستاهل الذكر. وكما يقول منطق الكورة اللي ضايع يقبل، والنادي البنزرتي في أول محاولة ليه في الشوط الثاني ينجح مدافع الهداف علي المشاني في افتتاح النتيجة إثر الركنية أحسن متابعتها فخر الدين الجزيري للمشاني اللي ما يلقاش حتى صعوبة في إيلاجها الشباك. هدف حرر أرجل أبناء السعدي والمهذب بكورته قوية لكن تنقصها الدقة، محاولة أجاب عليها وليد الظاهري وتسديده تمر قريبة ياسر من مرمى البجاوي، لينزل بعدها مستوى اللعب بشكل لافت ويطغو عليه اللعب العشوائي والتمريرات الخاطئة. ليعرف اللقاء في الدقيقة 70 توقف لمدة دامت أكثر من 5 دقائق بسبب بعض أعمال شغب من جماهير أولمبيك الكاف ونزول بعضهم للميدان، لكن تم تتويق الوضع بسرعة من لتشهد دقيقة 85 مطالبة الكافية بضربة جزاء بعد مرور ذكي من أحمد الرحالي يتدخل معاه مدافع البنزرتي والحكم قريب من العملية يعلن عن مخالفة الزملاء حضرية وإنذار الرحالي بداعي التمويه. دقيقتين من بعد جيلسون سيلفا في أول ظهور ليه هذا الموسم بزي الكافية يوزع والبجاوي متفطن يدخل في آخر لحظة أمام صابر الترابلسي، ثم انفراد تام لحسين الحربيوي وأسامة الماجري يحسن التصرف ويمنع الهدف الثاني ليعلن إثره الحكم الحرابي على نهاية اللقاء بانتصار كان أكثر من صعيب على أبناء الجزائر نور الدين السعدي أمام منافس قدم شوط أول علّه أحسن شوط هذا الموسم. مقابلة جميلة ما فزناش إلا غالب، هذه الكرة اليوم الكرة كما يقول لك عطات نصح ان شاء الله. ربما ثم اجماع انه اولمبيك الكاف ينقص الهداف القادر باش يحط الكره في نو ما نظنش. نادي رياضي البنزرتي انتصر يعني دون اقناع حقيقه لان اولمبيك الكاف كان مسيطر في الشوط الاول. احنا قناع اليوم اما احنا اخترنا ضد الريح، كانت يعني طريقة من طرفنا أنا واللاعبين نعتمد على الشوط الثاني أحسن، وهذاك اللي كان يعني صار حسن البجاوي رغم سنه تقدر تقول هو اللي انقذ في الشوط الأول. سامي كانوا كان يسمع فيك السعدي، يعني شكر حسين البجاوي وكانوا اعتبروا رجل المباراة بطبيعة الحال، قال نادي البنزرتي فازت وما قنعتش اليوم، هذا اللي قاله مدرب نادي البنزرتي سمير. في المقابل أولمبيك الكاف قدم أداء جيد وممتاز ولكن الأهداف هي اللي كانت غايبة. كلام المدربين الاثنين يلخص تقريبا مجريات المقابلة نتاع اليوم، تقريبا 4-5 فرص لأولمبيك الكاف في الشوط الأول ما سجلش،
يلعب مع فريق كيما النادي الرياضي بنزرتي اللي يعرف يستغل فرصة اللي جاته الوحيدة تقريبا ولا فرصتين في المقابل الكل سجل منها هدف. هذه الواقعية متاع فريق عنده خبرة قدام فريق شاب طموح عنده الرغبة في الانتصار ولكن تنقصه ربما الصنعة أو الخبرة متاع الملاعبية متاعه، لأن يعني شفنا أولمبيك الكاف فما اندفاع نحو المرمى، فما هجوم، فما لعب كرة، ولكن ما فماش تسييم للأهداف، وبالتالي خسر ثلاث نقاط كانت في متناول بالنسبة لأولمبيك الكاف في المتناول، ولكن اليوم ضيع ثلاث نقاط. مشاو النادي الرياضي بنزرت اللي ما قدمش المقابلة كبيرة لكن خبرة الملاعبية متاعه، وعنده حارس مرمى كبير برشا ممتاز برشا يخدم برشا وجدي برشا ومحترف هو حسن البجاوي اللي خلى الفريق متاعه بالتعادل في التعادل في التعادل الى حد جت الضربه القاضيه بالنسبه للنادي الرياضي بنزرتي، ثم انكمش في الدفاع باش يحافظ على النتيجه. سيناريو معقول بالنسبه للمقابله. سامحني سمير، ديما ننساو نحن دور نتاع حارس المرمى. صحيح انا ما عادش ثم حراس مرمى كما كنا نعرفوه من قبل، كل فريق كان عنده حارس مرمى اللي هو كان معناتها خارق العاده. اليوم نشوفوا حتى تو نتكلموا بن شريفيه وقت الترجي تيح شويه في مباراة ولا حاجة، تلقى باش معناتها بن شريفية بالرغم من صغر سنه، واليوم تشوف معناتها واحد كيما حسن البجاوي عمره 37 سنة، اون كارير اكسيبسيونيل معناتها او نيفو دو لونجيفيتي، واللي أهم منها اللي أهم من هذا مؤثر ويقعد على البنك وما يعملش مشاكل، لكن وقت تجي الفرصة نتاعو ولا وقت الحارس الأول يكون مصاب تلقاه ولا يعمل مشاكل في البنك وينجم يجيب لك مباريات، لأنه مباراة اليوم جابها هو. ننهي المباراة هذه زياد، يعني بعض الأحيان المعضلة الكبيرة تعيشها معظم الجمعيات في تونس هي مشكلة التهديف، شكون اللي يسجل الهدف؟ ما نجموش تبقوا هذا الكلام على أولمبيك الكاف اليوم باعتبار حارس مرمى كبير اسمه حسن البجاوي. اي كل حاجه في بلاصتها، انا نقول الحارس يقوم بواجبه يدافع على الفريق نتاعو يدافع باش ما يقبلش اهداف، ولكن احنا في تونس عندنا مشكله نتاع تهديف، عندنا مشكله هي عقليه. انا حتى ساعات نمشي ساعات نلعب كره قدم مع لاعبين قدامى ولا مازال، نحن التوانسه ما عندناش لا نوسيون تاع ليفيكاسيتي، ما عندناش. هي شنو هي كرة قدم؟ هي لعبة 10 ضد 10، لازم تحط الكرة ورا الشبكة. اون فوا نستوعبوا الشيء هذا تنوليو نفهموا اللي تسجيل أهداف راهي حاجة هامة مهمة ولازمنا نخدموا ولازمنا ندخلوا في مخ الأولاد الصغار نتاعنا اللي يلعبوا الكرة اللي لازم يسجل هدف حتى بالبونطة نتاع السيق. قلت أهم حاجة زياد، قلت أهم حاجة، أنت قلت عقلية، لا العقلية هذه شيء تخدم، تنجم تمشي تشوف معناتها تدريب حتى نتاع فريق وطني، تقعد ساعة ونص تتفرج في تدريب نتاع فريق وطني ما يسجلوش هدف، والمدرب ما يعملش ملاحظات، لكن وإذا كان ثم لاعب من اللاعبين التمركز نتاعو في الدفاع ولا في وسط الميدان مش باهي يزفر يوقف التدريب يقول له يلزم تقف هكا وكل، لكن المدربين الثقافه هذه ولا كان مش المدربين نتاع الاولاد الصغار وحتى ولا لكن العقليه لازم نعلموها لهم نرسيوها على جميع المستويات. هذا هو لازمنا نوريو للصغار نتاعنا اللي راهو الفوتبول سي ماركي دي بوت سي فري لو بو جو اللعب الباهي واللي يبقى هو النتيجه ليفيكاسيتي هي اهم حاجه.